السلام عليكم اخواتي، اليوم نحضر بايله وبغيت نشارككم معايا. نحتاج نص كيلو ديال فواكه البحر، نحتاج جوج بصلات، ثلاثة دريوس ديال الثوم، قرعه مقطعه والفلفله. انا فضلت ندير ثلاثة ديال الالوان فيها ديال الفلفله، قزبر ومعدنوس، كاس ديال الرز، نص كاس ديال الزيت، غير هذا الكاس الصغير كيدير نص كاس، جوج حبات ديال مطيشه والغامبه باش نزوقوا بها، مطيشه الحك، زريعه القزبر مطحونه، عندي هنا راس الحانوت وفلفله حمراء والملحه. بسم الله نبداو على بركه الله. قبل ما نشعل العافيه نضيفوا الزيت ومباشره موراها نزيدوا البصله والثومه ونزيدوا القرعه والفلفله اللي عندنا هنايا باش ما تحرق ليناش الزيت الزيتون، حيت ما خصهاش تحرق حيت كتولي سامه. فاش كتحرق كيكونش عندها المنافع ديالها، يعني يلاه كتولي سامه. نضيفوا دابا مباشره الفلفله ديالنا والقرعه، نخليوها تشحر يا اخوات شويه، ونزيدوا لها نص جلفه ديال الملحه. بعد ما تشحر نضيفوا لها الملحه كما تشوفوا معايا، تلقى داك الماء باش ما تحرقش الزيت. دابا نزيدوا ديك النص معلقه ديال الملحه، من بعد نزيدوا عليها فواكه البحر، ونزيدوا عليهم ديك زريعه القزبر باش تدخل مع ديك فواكه البحر، ونزيدوا الطوماطيش ديالنا اللي كنا مقطعين، نزيدوا قزبر ومعدنوس، ونضيفوا مطيشه الحك. تقدروا تضيفوا لها اللي بغيتوا نتوما من الخضره اللي كاينه، انا فضلتها هكا صافي، وكتجي غزاله كتجي زوينه. نخوط العناصر ونزيد زريعه القزبر، ونزيد ديك نص جلفه اللي بقات لي تما ديال الملحه. كيعطي واحد النسمه زوينه البنات هاد زريعه القزبر في بايله، كيجي واحد النسمه زوينه واعره ومفيد في نفس الوقت، يعني كنستافدوا به. نضيفوا مطيشه نضيف قزبر ومعدنوس، نخوط العناصر مزيان، تشحر شويه، ونزيد لها نضيف لها ديك مطيشه الحك عندي على حسب جلفه، ونضيف لها العطريه، ونزيد موراهم الرز. كما تشوفوا معايا عندي هنا كاس ديال الرز، وعندي جوج كيسان ديال الماء، كاس ديال الرز وجوج كيسان ديال الماء. والشكل ديال الرز اللي عندي البنات، انا جايبه الرز ميل شغايس هنا، يعني الناس اللي عايشين هنا في المانيا عنده نفس ديال الرز اللي كنخدموا به بايلا، حيت انا كنت شارياه على الصبليوني، وفاش جبتو للدار لقيت هو ميلش غايس كيف كيف، يعني عندهم كيف كيف، يعني الرز ديال الحليب. دابا ضفت العطريه ديالي، ونحاول نخوط العناصر مزيان، منها كتشحر منها كتدخل مع ديك العطريه مع الحوت وديك مطيشه كتشحر. دابا نزيد عليهم داك الكاس ديال الرز اللي عندي، كما قلت لكم الرز ميل شغايس اللي ساكن هنا في المانيا، واخا تجيبو خاص ديال بايلا بعدا نفس الرز بالتجربه، يعني جبتو وشفتو، يعني ما تقدرش تفرقي لا بين هذا لا بين هذا، كيف كيف في كل شيء.
الا داك ديال بايلا خاص كيدير 8 اورو، وديال الرز ديال الحليب ما وصلش اورو، ما عارفاش شحال كيدير بالضبط ولكن ما وصلش اورو. دابا خليت تشحر شويه ونزيد عليه دوك جوج كيسان ديال الماء. نخليوه لمدة 20 دقيقة، 25 دقيقة على النار مهيلة. نخليه يكمل نص طياب ونزيد عليه ديك الغامبة. كما تشوفوا معايا راه طاب نص طيبة، يعني باقي له النص. يلا بدا يتخلو الطياب، نزيد الغامبة. تقدروا تزيدوا عليه الحامض دابا، تقدروا حتى تبغيو تقدموه. انا فضلت نخليه حتى نبغي نقدمه ونضيف عليه الحامض. صافي نخليه يكمل الطياب بعد ما طاب. كما تشوفوا معايا زدت له الحامض وشوية المعدنوس من الفوق ديكور، حيدو على العافية باش ما يلصقش. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفة ديال اليوم. يلا بالصحة والراحة يا أخوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.